بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين. اللهم احفظ المسجد الأقصى من اليهود الحاقدين. اللهم أعد المسجد الأقصى إلى رحاب المسلمين. اللهم وطهر المسجد الأقصى من اليهود الغاصبين. اللهم عليك بهم، فإنهم لا يعجزونك يا قوي يا متين. اللهم ومن أراد بالإسلام والمسلمين بسوء فأشغله في نفسه، ورد كيده في نحره، واجعل تدميره تدميرا عليه. اللهم بدد شملهم، وفرق جمعهم، وشتت كلمتهم، وزلزل أقدامهم، وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار يا جبار يا عزيز يا منتقم يا الله. اللهم يا منزل الكتاب، ويا مجري السحاب، ويا هازم الأحزاب، اهزمهم اهزمهم، اهزم اليهود وزلزلهم يا قوي يا عزيز. اللهم انصر إخواننا المستضعفين والمستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين. اللهم انصر المجاهدين في فلسطين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.